مشاهدي الأعزاء مرحبا بكم. اليوم كنتواجدوا في واحد من أهم الملتقيات الفلاحية بالمغرب اللي هو مؤتمر الطماطم المغربي، وهي تظاهرة كبيرة اللي كتجمع أبرز المتدخلين والفاعلين في قطاع الطماطم والمنتجين والمصدرين، واللي هو إضافة نوعية لهذا القطاع هذا. وحضر معنا الأستاذة سهام زهيدي اللي هي مديرة المؤتمر، واللي تحت لنا الفرصة أننا نكون شركاء إعلاميين لها في هذا الملتقى هذا. بداية أستاذة سهام، شكرا على الدعوة، واش ممكن تعرفينا بفكرة المؤتمر والأهداف ديالك؟ المؤتمر ديال موروكو توميتو كونفرنس مؤتمر دولي اللي كيجمع الفاعلين ديال القطاع ديال الطماطم بالمغرب، ولكن حتى على برا. الناس جاوا من هولندا ومن اسبانيا وجمعوا هنايا باش يتبادلوا افكار، يتبادلوا مشاريع جداد. كان عندنا برنامج غني الحمد لله. سيدة سهام، واش ممكن تعرفينا بالمحاور ديال هذا الملتقى هذا ولي سيسيون اللي كانوا داروا؟ صراحة كانوا لي سيسيون كثار. هضرنا اولا على السوق، كان عندنا واحد متدخل من موروكو فوداكس اللي عطانا معطيات على التصدير ديال الطماطم المغربية والاسواق اللي كانت تصدر لها الطماطم من المغرب والاسواق الجداد ولي بريفيزيون لي عنده زعما سيستيم دو في لي كيعطينا حنا معطيات باش نبقاو غاديين لقدام. كل مره كان واحد تدخل على توسكي ماركتينغ وبراندينغ ديال مطيشه اللي مهم بزاف، حيت المغرب حتى هو خاصو يكون عنده براند ديالو اللي ندافعوا عليها جميع. لا سيسيون الثانيه كانت على الابتكار، وبالاخص كانت على بيوت مغطاه الجديده اللي هي واحد المشروع كاين في الكومبلكس اورتيكول ديال اكادير اللي هو بيوت مغطاه بحال ديال هولندا، وكاين واحد المشروع غيديروه واحد الهولنديين اللي هو بيوت مغطاه تقريبا بحال هذوك اللي عندنا حنا في المغرب ولكن لداخل هاي تك، زعما بحال داكشي اللي كيديروا في هولندا. دونك هضرنا على شي حوايج اللي مهمين. السيسيون الثالثة هضرات على الأمراض والحشرات اللي كتمس بمطيشة، هضرنا على واحد الفيروس جديد اللي مس القطاع ديال مطيشة بزاف اللي هو توبيغيف. جات واحد السيدة من باحثة من أردن اللي هي اللي اكتشفت هذاك الفيروس المرة الأولى في 2014، وجات شرحات فين وصلوا الناس في هذا المجال ديال هذا الفيروس هذا، فين وصلوا، شنو هما لي بيرسبكتيف، وعطات معلومات للفلاحه. جو بونس كو الفلاحه راه عجبهم الحال. من بعد هضرنا على توتا ابسولوتا اللي كدير دي غافاج في الشتائل ديال المطيشه. في الحقيقه السيده سهام، البرنامج كان غني ومتنوع، تبارك الله عليكم، ونتمنى لكم التوفيق في قادم الملتقيات ان شاء الله. شكرا شكرا.